هادشي هذا خصو يوصل سيدنا. قالنا هادي سيدنا يوصل له هادشي هذا ويدخل هادشي هذا اللي وقع في طنجة. المعلومات اللي عندنا راه أي مسؤول كيجي يشوف هاد الدار كيقول خصو يشريها. أي واحد هنايا في طنجة مسؤول عينو على هاد الدار هاديك خصو يشريها من عند الكاوري. خواونا خرجونا الزنقة باش أي واحد اللي عجباتو شي مسؤول بغا يديها. أنا كنادي سيد الوالي اللي ما عندوش الخبر داتشي اللي كيدور. كيوصلوا له اللي بغاو هما كنادي سيدنا يغيتنا ويشوف شنو واقع في طنجه القديمه هادشي الترميم شنو واقع راه القوي كياكل الضعيف راه كاينين بزاف د الحوايج ما هضرناش عليهم ولا نهضروا عليهم راه عطرطق بومبا سمعتيني راه كاينين ديور اللي 150 متر تصلحوا من الاساس الا هذه قال لك الدار كبيره دابا حنا جبنا صحافه اليوم البارح وقلنا الشماكريه شحال هذه داو ستاراسيون ضد الضو داونا الطيقان داونا بيبان دابا عاد جاو كيقولوا حقا شماكريه كيدخلوا بغينا نعليو الصور فين كنتوا هذه عام ونص تا جاو الصحافه دخلوا كيطلعوا على مارينا وكيصوروا عاد جيتو راه معيقه والخبزه عاجنينها مع بعضيتهم ومطيبينها مع بعضيتهم كل الدار ما عندنا معاه حتى علاقه حنايا الدعوه ديالنا حنايا ربحناها الدعوه الاخرانيه حنايا رابحينها دخلت السلطه قالت لك اسيدنا اسيادنا حنايا خرجوا بحالكم حنايا غنصلحوا لكم الدوله عاد تصلحكم ما عاملين لنا اللعبه خرجونا الزنقه وجاو يطلعوا الصور الله يا اخي واش حنايا شكون حنايا راه حنايا مغاربه بغينا حقنا في وسط بلادنا الا ما كناش مغاربه وعندكم الشك فينا ماشي مغاربه ما عطاونا حتى حاجه ثلاث شهور وقفوا نكره دابا ما جيت طلع لي الصور فين هي ثلاث شهور ذكرى ديالي خليتيني كنموت كنخلص 250 الف فرنك في الشهر فين هي ثلاث شهور ما بانت لك هبه مشيتي تشده الشماكليه كيدخلوا ما هضرتيش على ثلاث شهور تعيط لي تقول لي يا شريفه راه وقفنا لكم الكره ثلاث شهور هذوك ما هضرتوش عليا عيطوا لنا خي وقالوا لنا وقفنا لكم الاصلاح هاد الدار هادي كتسوى 80 مليون ما الدوله ما عندهاش واش طنجه كامله تصلحات مدينه قديمه كامله تصلحات حتى هاد الدار الكاوري هذا عاد قال لك اسيدي راه جمعنا الحساب جبرنا فلوس بزاف والدوله ما عندهاش حتى الدار الكاوري علاش الديور اللي فيهم 150 متر تبناو من الساس ها هادوك تبناو يلا معايا نديك دار في دار ندخلك ليله وما نزيدش نهضر راه ولا هضر داك الشيء كبير كاينين ديور اللي تبناو له بيوتها في السطح التصميم ها كاينين بيوت اللي تجلجوا خلينا راه الغش واقع في هذا الشيء هذا الترميم هذا واقع فيه الغش اللهم هذا منكر راه القوي كياكل ضعيف طنجه ما سكتوش يا اخي ما سكتوش على حقنا حنا سيدي هذا الدار كنا ساكنين فيه هذه 50 سنه اللي عنده 40 واللي عنده 50 اللي تزاد هنا حنا وليداتنا كاملين تزادوا هنايا الحومه كامله دار باروت كامله كتعرفنا الدار هذا الدار اللي حدانا هي اللي سبت لنا في هذا الشيء هذا الدار هذه خوا مواليها ماتوا الله يرحمهم بقى ولادهم مشاو بحالهم الدار بدات كتريب ملي بدات كتريب هذا الدار دخلت لنا الدار اللي لنا حنايا انا اللي دخلت للدار من الداخل مزيانه البيوت كاملين مزيانين فيهم حتى شي حاجه الا الكوزينه والطواليت اللي جاو مينين على هاد الدار بحال اللي ما لاتش شويش هادو مولا ما كاينينش جات السلطه قال لك كيصلحوا ما كيصلحوش ماشي مشكل دخلوا لعنا شافوا الدار خصكم تخرجوا خصكم تخرجوا وبقينا دابا تخرجوا جات لجنه اخرى جات اخرى جات اخرى يوم ما يجيو اللي كيجي كيقولنا والو راه خطر عليكم الدار خصكم تخرجوا والمهم شرط عطاونا الوعد غادي نخرجوا غيصلحوا لنا وغادي نرجعوا يعني هادشي عطاو لنا كتابه ماشي جبرنا وخرجنا من نيتنا راسنا دابا بقاو كيعطيونا داك المصيرف اللي كان اللي كنا كنخلصوا به الكرا 140 الف فرنك شنو 140 الف فرنك خصك تزيد من عندك كاين شي دار اللي ما كتكرا ب 140 الف فرنك خصك 2000 3000 4000 المهم قلنا واخا هذاك ماشي مشكل ما دون غيتعاونوا معنا السلطه غتعاون معنا وغتصلح لنا ماشي مشكل ايوا هذا واحد شهرين ثلاث شهور وقفوا لنا الكرا قال لك اسيدي احنا ما نصلحوهاش علاش اسيدي شنو كاين قال لك وغتبقى منا غاليه الدار الا صلحناها كيفاش تقام غاليه وفيها ثلاثه طبقات وراه مورانا لديك الجف زنقه اخرى وزنقه اخرى كاملين طلعوا بثلاثه وربعه طبقات الا هذه الا هذه ما بقاوش يطلعوها قال لك على سيدي غتقام غاليه علاش غتقام غاليه حين جات على الواجهه ها اذا فيها شي حاجه هذه من عندنا الفلوس وخيودو وفي غنمشي ما نعرف كلمت كنت بعد دغيا مسيبين عند مسكينه مكاغيه وكانت كيقول هذا وانا هذاك حنا دي 50 سنه وحنا ساكنين هنايا وفانا شي هذا باغي غادي يوصل ما نعرف واش المسؤولين واش عندهم شي خبر ولا ما عندهمش خبر والسعيد السعيد القيد غير فين مسكين هو كيوقف معنا زعما ما عندي ما نقول فيه كيقول الدفع ولا حقهم
تقيدنا في الاصلاح وبابجي كنمشيو كنشبروا الشهريه عندنا شي كذا عندنا شي كذا اللي كنا كنشبروا اللي كنا كنشبروا عندنا كل شيء فهمتي هما فرحانين الله ينصر سيدنا يصلحوا لنا الدار وهادي واحد ما عندي ما نقول لك حتى كتشاجعوا بعيد عشيه وضحاها قال لك الدار هادي ما تجي ديك الشيء هذاك ما تجي من عند اللي شراها عند المصراي قال لك وقفناكم كرا وقفناكم اصلاح علاش وقفتوا لنا كرا وقفتوا لنا اصلاح شكون هو هذا اللي وقف؟ يقولوا لنا شكون شكون نعرفوا طيب ما هذا منكر نحينا سراي وشاخي ما عندناش الامور ديك شي حدو قدو لكن عندك صلحنا راسنا بلا ما نقصروا بلا والو والقانون ما كيحميش المغفلين هاد السيد هذا اللي شرا شرا وحنا ساكنين علاش ما علاش ما فهمتي والقانون نصفنا المحكمة عطاتنا الحق لنا الله ينصر سيدنا والوالد تعرف الوالد ما عندنا من اديوني شي حقي مع اللي باقي بهاد البلاد.